بنرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبهاي الفقرة الخاصة من فلسطين اللي عم نتحدث فيها حول العمل التطوعي في فلسطين بشكل خاص، وهو عمل تكاملي ما بين الدول العربية لحتى نوصل لتنمية بشرية حقيقية في بلداننا العربية. يسعدنا أن نستضيف معنا صبية نادين صبار، المتطوعة الشبابية في خدمة المجتمع الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. طيب عارفين على حالك شوي، على طبيعة عملك اللي بتقدمي للشعب الفلسطيني. أنا اسمي نادين صبار، خريجة إنجليش لتريتشر وفرعت إعلام رقمي جديد. الإشي اللي درسته بالجامعة ما كان له دخل في مجال حياتي. هذا اللي كل الناس بيصير معهم. أنا قررت أروح لمجال التطوع من وأنا طفلة، وعيت على التطوع وحب التطوع كثير، تطوعت في حياتي. بس بعد ما تخرجت من الجامعة وخلصت مدرسة صار في عندي وقت أكتر، فصرت عم بكرس وقتي إني أعبيه بالتطوعات بطريقة أكبر يعني من قبل. قبل كان يكون في التزامات، حاليا بحس إنه التطوع إشي كتير مهم، جزء ما بتجزأ من حياتي، مرتبط اسمي حتى بين صحباتي إنه نادين دايما بتتطوع، نادين دايما بتطلع بتشتغل بتساعد الناس. بالضبط. فإشي كتير حلو. نادين أنت عمرك 24 سنة. صحيح. طيب هلا هذا العمر خليني أقول هو عمر الشباب، الطاقة. صح. اللي بحب الإنسان إنه يثبت حاله فيها ويكون في عنده كارير بحياته. طب هلا أنت اخترتي هذا المجال، هل هذا بالفعل شكل لك إنه يكون في عندك يتحول هذا العمل التطوعي لمهنة حقيقية بالنسبة لإلك؟ هلا ما بزبط تطوع ومهنة. أيوة. يعني معروف يعني خليني أسميها بالضبط إنه هي كارير باث بالنسبة لإلك. بالزبط. طريق ممكن يعني. أيوة. بس أنا مثلا عندي شغل الخاص، فلما بيكون في عندي دوام أنا بداوم بمكتبي، بس لما بيكون في عندي وقت فراغ أنا بلجأ للتطوع. ما بفضل إنه مثلا اليوم عطلة لا بدي أقعد بالبيت، لا بفضل إني أطلع وأساعد. إيش بقدر أقدم؟ بحب إني أقدم. الإشي صراحة أنا بستفيد منه شخصي كنادين قبل ما بفيد الناس اللي عم بقدم لهم هاي الخدمة. الإشي بنعكس علي، على شخصيتي، على حياتي، ثقافتي، المهارات الحياتية اللي عندي، لأنه أنا بقدم إشي بأخذ مقابله كتير أشياء. أنا بفيد وبستفيد، والحمد لله بستفيد قد ما بفيد يعني. بالضبط. طيب شو بتفيدي؟ شو بتقدمي للمجتمع؟ هلا وأنا صغيرة لما بلشت بالتطوع بعمر 9 سنين تقريبا، كانت التطوعات أشياء كتير بسيطة، ما كنت أحس إنه عليها أثر كتير ملموس. بس لما كبرت كنت سنة تانية جامعة وسمعت عن برنامج اسمه تميز في منتدى شارك الشبابي، بيقدم خدمة لطلاب الجامعات وتطوير مهني وكل هاي الأشياء، فحبيت إني أشارك. دخلت في منتدى شارك، التجربة اللي ما بندم عليها نهائياً أبداً، فتحت لي أفاقي كتير كبيرة. منتدى شارك هو بيعتمد على الشباب وعلى عمل الشباب وروح الشباب، فأنا كان عندي طاقة كتير كبيرة لازم أوظفها بطريقة صح، فلقيت إنه شارك هو المكان الصح. شارك بيشتغل على عدة مشاريع من عدة جهات مشتركة، بنشتغل مع كافة شرائح المجتمع. أي مشروع بيجينا بيحتاج ناس معينين، خدمات معينة، إحنا بنكون معهم. يعني كنادين مثلا فترة كورونا الناس كانت كلها في حجر، ممنوع حدا يطلع، أنا تطوعت مع الشباب، المجموعات الشبابية اللي كانت تطلع اللي هي لجان الطوارئ كان اسمها، تطوعت فيها. بعدها بفترة مع شارك نزلنا على المناطق المهمشة، مناطق سي اللي هي للأسف السلطة الفلسطينية ما بتقدر توصلها بشكل سهل. مزبوط. إحنا نزلنا على المصابين، قدمنا دعم نفسي، دعم معنوي، حكينا معهم، غيرنا لهم جو إنه الموضوع كتير بسيط وفترة وبتعدي، وخلصت فترة كورونا على خير يعني. كان في كتير مشاريع تانية، أو كل مبادرة بتترك أثر معين وإشي لطيف فيه. هذا العمل نادين هو عمل إنساني بالأساس. أكيد. يعني في جزء بكيان كل إنسان بحاجة إنه يعبيه، إنه يخدم هذا المجتمع اللي هو ربي فيه وهو كبر فيه. صحيح. هلا عم نحكي قاعدين مثل ما حكيتي بالبداية إنه شو بتقدمي وشو بتستفيدي، أنت شو استفدتي من خلال هاي التجربة العمل التطوعي؟ هلا بعيدا عن خلينا نحكي مهارات حياتية وثقافة، اللي أنت بتشوف ناس مختلفين، ثقافات مختلفة ما بين ابن مدينة وبدو، عيشة المخيمات كيف بتختلف من مكان لمكان، فإشي حلو بكون عندك اختلاف ثقافات كتير لطيف.
بس بشكل شخصي نادين الواثقة من حالها، نادين اللي بتقدر تساعد الناس وبتآمن إنه هذا الإشي لازم يكون موجود عند كل الناس، لأنه أنا في يوم من الأيام رح أحتاج مساعدة من حدا، فما بدي ألجأ لحدا ما يقبل يساعدني. الخير دائما مردود على صاحبه وعلى اللي عم بتلقى. ما شاء الله عليكي، ثقافه وعلم وحب خدمه المجتمع، يعني شيء بجنن. الله يعطيك العافيه نادين صبار، المتطوعه بخدمه المجتمع الفلسطيني. شكرا جزيلا.